الله معكم يا أحباء. تأملنا اليوم من رسالة القديس بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 12 الآية 26. بتقول الآية: إذا تألم عضو تتألم معه جميع الأعضاء، وإذا كان عضو واحد يكرم فتفرح معه جميع الأعضاء. تحكي قصتنا اليوم يا أحباء عن قصة بلد عم يعيش العدوان وعم يعيش الألم من أكثر من 70 سنة. هيدا البلد هو فلسطين، يلي تشردوا أهله لفترات زمنية طويلة وعم يعيشوا الألم بشكل يومي. تشردوا أطفاله، انقتلوا بطريقة همجية وتعسفية. نعم يا أحباء، اليوم أنا ما في يكون إنسان مسيحي حقيقي إذا ما بعيش هيدي الإنسانية، ما في يكون مسيحي حقيقي إذا ما كنت إنسان. آية مربولوس واضحة: إذا تألم عضو تتألم معه جميع الأعضاء. هيدا الشعب يلي عم يتألم كل يوم، واليوم عم يتقتل أهله بطريقة همجية، ما فينا إنه نوقف قدام الظلم. ومثل ما بتقول الحكمة: إذا ما قدرنا نرد الظلم فعلينا أن نعلن عنه. نعم يا أحباء، خلونا نرفع الصوت ونقول لا للعدوان، لا لظلم هذا الشعب، لا لقتل الأطفال. هدول الأطفال يلي هن أولادنا وإخوتنا، يلي هن فيهم كل هالبراءة. خلونا نتأمل يا أحباء بالمسبحة، نتصور إنه كل شخص فينا هو حبة من المسبحة، وإذا وقعت حبة من الحبات فهو شو بصير؟ أكيد بتوقع وبتفرط كل المسبحة. وهي حالتنا يا أحباء، نحن بالحياة لما بنتألم كونه نحن جسد المسيح الواحد، فنحن نتألم بكليتنا، وإذا فرحنا بنفرح بكليتنا. وهي حالة مرضنا، ممكن نمرض وننوجع بمكان معين ولكن الجسم كله بيتوجع وبيصيبه حالة من الوهن والضعف. من هيدا المنبر يا أحباء بحب وجه تحية للكنيسة الأرثوذكسية المقدسية، وأيضا للكنائس الإنجيلية، وعلى الأخص المعمدانية اللي حقيقة عم يعملوا جهد جبار وعمل إنساني كبير بفلسطين وإلى جانب أخوتنا بفلسطين. كتبت حقيقة قصيدة شعرية صغيرة وحبيت شارككم فيها، وحابب أكسر القاعدة اليوم، وهيدي القصيدة هي بعنوان: هل أمسى اقتراب استشهادي وحمل نعشي؟ بتقول: جلت بين أرض وأرضي، أبحث وأتقصى حتى انتهى جردي، أبحث عن نفس ارتوت من الله العلي، جلت بناظري أعاتب حتى خارت الطبيعة من عتبي. أيا أرضي، أيا أرضي، هل ما زلت أرضي؟ أم أمسيت غربتي وانتهى شرفي وعرضي؟ أيا أمتي، أيا أمتي، أين أنت من مصابي وجللي؟ أأنت غريبة، أأنت غريبة، وصرت غريبا في صحراء النقب. أيا أهل الشام،
أيا أهل بلاد الشام والعرب، هبوا فما من حر يرضى بألمي. ارتوت أزقتي وحاراتي، ارتوت أزقتي وحاراتي بدمائي. ارفعوا نعشي، فإكرام الميت هو دفني. والله معكم. أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في ثناك، كل ما دون وجهك الجم وام. أعطنا ربي أعطنا أن نرى. رب رد الأهوال واقبلنا، يضربنا وجد لا تماخلاك يجود. رب جلت يمناك لتعرف القبض، فمن منك رب لا يستزيد. كلما غبت الحساسين من ماء رنت حلوة إليك بشكري، وتعالت إليك في لفتة الصبح صلاة من زقزقات وزاهري. أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في ثناك، كل ما دون وجهك الجم وهم. أعطنا ربي أعطنا أن نرى. جمعت ربي الخليقة في صوتي تناجي، وسبحت تتغنى وتملت في رفعة رأسي والطرف جثوا من ركبتين ووهنا. وأنا أستجير بالرحمة الأولى بنور الأنوار بالينبوع، أن تقبل ربي قرابين حب ورجاء هو ذلة ودموعي. أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في ثناك، كل ما دون وجهك الجم وهم. أعطنا ربي أعطنا أن نرى. ترأف يا أيها السعد الكبرى، ترأف بالله ذي
بالضلول الداجي لألأت كل هضبة فوق لبنان تصلي وهانا كل فضائي وتسامى مجامرا جبل الأطياب فافتح يا ربي باب السماء أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في ثناك كل ما دون وجهك الجمي والمن أعطنا ربي أعطنا أن نراك.